كمل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير. النبي صلى الله عليه وسلم كم صاب أمي بنصوم يعني كاتش تيكين كومبليت. ولم يكمل من النساء إلا خمسة، إلا أربعة، والخامسة تلحق بهم. نعم. بامي بمدام كم كومبليت يعني كات إسنتين سويتو. الأولى آسيا امرأة فرعون. آسيا مدام فرعون. ومريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام. مريم ماما عيسى عليه السلام. وخديجة بنت خويلد زوج النبي عليه الصلاة والسلام. خديجة مدام محمد صلى الله عليه وسلم. و فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فاطمة في بوفد محمد صلى الله عليه وسلم. والخامسة هي أم المؤمنين عائشة. السكيم سي ماما بالبليفاز عائشة مدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنهم أجمعين. رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء الخمسة ساسك مدام بماذا تميزوا عن بقية النساء؟ ماذا صنعوا حتى استحقوا يعني هذا الفضل أنهم كملوا؟ كملهم الله سبحانه وتعالى. ها من يعرف؟ ما السبب في أن هؤلاء الخمس كملهم الله سبحانه وتعالى؟ ماذا صنعوا؟ الله سبحانه وتعالى كمليس أسك مدام. الله سبحانه وتعالى. أنت تعرف؟ أسألك أنت. هؤلاء كل واحدة منهن اعتنت بنبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. آسيا اعتنت بموسى عليه الصلاة والسلام. آسيا كفاني إن ألف موسى. ومريم اعتنت بعيسى عليه الصلاة والسلام. مريم لي فوقا أبيك عيسى بن مريم. وخديجة رضي الله عنها فرغت النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة، بذلت مالها للدعوة. خديجة لي إن فوقا كوفيد محمد صلى الله عليه وسلم لتنجي سباكو دعوة باكو إسلام إن متصول عنصان بوسى إسلام. عندما ماتت خديجة حلت فاطمة مكان خديجة. لتخديجة مو فاطمة صوفين فيني بواسا ريسبونسابيلي. حتى كان يقال عن فاطمة أنها أم أبيها، هي أم أبيها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو لها. نعم. زسكاي تيغاين تيغاين نوميكي إن فين ماما سو بابا. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها. وفضل عائشة على النساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على كل النساء. كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد نوع من الطعام، لحم مع مرق مع خبز. نعم. هذا الثريد نوع من الطعام عند العرب معروف. أجمل الطعام. يعني كاليتي مازيب اللي هي مازيب أكمل من العرب. يعني الثريد. الثريد يبغى العيان ويبغى يجي بويون. يجي عائشة بامي تو سبان مازيب على سال الثريد. اللي مية العيان كان. أبي تجي بامي تو بان مادا عائشة بامي بلي مية كي تو بان مادا كان. إذن عندنا النساء إذا أرادوا الفضل والدرجات عليهم أن يعتنوا بالأزواج بالأولاد، يعني يخرجوا من هؤلاء دعاة. Hello, Sibon Madam yang VIP, niveau sa 5 Madam, vous avez besoin pour avoir avec vos bannis Michel, vos bannis enfants, qui devaient vous sortir par les bons prophètes. Vous avez message Allah, vous avez besoin d'arriver vers Allah subhanahu wa taala.